ولا ايه؟ لا ما لا بتولد ما فيش حاجة، عادي ما فيش أي حاجة. أنت مين؟ أنا ضيف جاي الحفلة. طب مستخبي تحت السفرة ليه؟ مستخبي تحت السفرة عاملها لهم مفاجأة. إيه رأيك؟ إيه ده؟ ولابس كده طبعًا عشان دي حفلة تنكرية. عشان كده لابس حرامي. يا عم اسكت، حرامي إيه؟ لابس حرامي. لا ما كده الناس هتيجي تقبض عليا، مش هيفتكروني إنسان عادي، هيفتكروني حرامي بجد. يعني أنت إنسان عادي؟ أنا إنسان. وأنت بتعمل إيه تحت؟ لا ده الشكمان اتخرم بصلحه اهو اهو. شايل هات شاي والنبل اللوز. الشاي والسجاره كليوباترا وايه ومفك صليبه ماشي؟ حاضر. انا من تحت العجل ماشي. ربنا معاك. بقول لك ايه؟ قول. هي اللي كانت واقفه هنا دي مراتك؟ هي مراتي. هي خدامه؟ ايوه خدامه على اصوله. على اصوله يعني؟ ايه بتخربش يعني؟ طبعا بيتخربش وبترفس كمان. والله؟ طب روح بقى انت هات لنا شاي نشرب انا واللسطة. لو احتجت اي حاجة نادي قول يا عماد هرد عليك. ماشي يا عماد. ماشي يا باشا. شكرا عمدة. يلا يا باشا. حبيبي عمدة. في رعاية الله يا باشا. يا رب اخف يا رب. يا رب اخف. يا اعتماد. 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 خير يا مسبتي راجل؟ تعالي يا شاطره، تعالي يا حبيبتي. انت خدامه؟ ايوه. طب يلا بقى. يلا ايه؟ يلا بقى. يلا ايه؟ يلا خربشي بقى. وانت كنت شاحنه خربشك ايه؟ يلا خربشي زي ما بقول لك. ده انت تلمى بقى. طب تعالي بقى، تعالي بقى عشان ايه؟ انا اروح بيها فين دي يا ربي؟ اخدها فين ديك؟ اعمل بيها ايه؟ اعتماد. شرف العيلة بقى في الوحل. يا سفلة يا خينة. مش أنا يا أبو العيلة. كنت بتتمرجحة على دراعه يا سفلة. يا عم ما تفهمش غلط. أنا هخرج أروح أجيب السكينة عشان أقتلك. عشان اشيل البنت. لا يا عم تتلاش. امال انا اعمل ايه؟ انت مجنون؟ ما حدش ياخدها من هنا. ده ايه ده؟ تعالي يلا بقى، يلا ما تتمرقعيش. خلصي بطلي مرقعه، ده انت غبيه قوي. يلا بقى يا وليا. يلا يا وليا. تعالي بقى عشان انا بقى ايه. يلا بينا. تعالي بقى انا هاخدك بقى. روح في حته. بس اذبح على طول. اذبح اذبح بس امسك. اوعى تهرب منه. امسك يا معلم. يا ايه البيت اللي مليان حشرات ده؟ ايه يا معلم؟ مش كنت تستنى تدخن اول ونذبح ونوزع؟ نذبح ايه يا عم؟ انا مستضعف بالعافيه يا معلم. انت جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا؟ كده طفشتوها يا معلم. جاي تعمل لنا مصيبه ولا تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا؟ عايز اقتل يا معلم. اوعى تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا. احنا جايين نسرق بشرف، لكن تيجي تعمل لنا مصيبه؟ انا بقول لك ايه، مش عايز قلق. عايزين نهرب يا معلم. الواد اصحاب البيت جم والشغالين. امال انت ما قلتليش في شغالين هنا ليه؟ الله يخرب. ما اعرفش يا معلم. اهم حاجه دلوقتي انا اقول لكم على خطه للهروب. ايوه يا معلم. بس ركزوا معايا عشان انتوا اغبياء. ماشي الخطه بتاعت الهروب هنعمل ايه بقى؟ بسرعه بس والنبي يا معلم. نعم بسرعه. الناس بس في البيت. لا ما تستعجلنيش. ماشي. الخطه دي عايزه تركيز. ماشي. احنا هنمشي على طراطيف صوابعنا. ماشي. عارفين يعني ايه طراطيف صوابعنا؟ لا. يعني ايه يا معلم؟ طراطيف مش الصوابع بيبقى لها طراطيف كده اهو؟ اللي هو بص كده اهو، اللي هو زي بتوع الباليه كده اهو. ها ايوه. ما هم بيمشوا ليه كده؟ عشان بيبقى الجمهور نايم تحت. ها تمشي كده اهو على طراطيف صوابعنا. بص امشوا عادي. يلا تعالوا. ايوه تعالوا. يا معلم دي خدي قال يا معلم. استنى ناخد الحاجه. ناخد الحاجه. ناخد الحاجه بسرعه. هات الحاجه بسرعه عشان محدش يعرف. بسرعه هات الحاجه. يلا استخبى يا معلم. استخبى. يلا استخبى 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 استخبى. زينب زينب زينب.
شكلهم مش موجودين دول. أحسن أسونا سنسونتي. أيوة يا روح قلبي السمسونة. أيوة يا روحي. مفيش، قابلت وليا هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاع. طب بقول لك يا حسن، ايه؟ ما تيجي نسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح على البيت. لا بيت ايه هنا احسن، مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل ازاي يا حسن بتعملي لي كده. وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلعت. اقرب عشان ابوسك الاقي مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده يا سنسونتي عشان بحبك، عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنه جلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول. بعمل لك، مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب، ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل، ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟ طب بقول لك ايه، جبت هديه البنت زينب؟ اه جبت لها. ايه جبت لها؟ ايه جبت لها؟ خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل. حلو كده؟ حلو يا اخويا. يلا اتفضل يا سيد. اتفضل. ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. محمود انت فين يا محمود؟ اوعى. يا محمود انت فين يا محمود بقى؟ يا راجل بس بقى انت فين؟ قول انا اهو. اهو محمود. انا اهو. قفشتك يا بنت اللذينة. يلا فكني بقى. لا مش هفكك، فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما احنا الصراحة ما بنلعبش. امال احنا